أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. لازلنا في الحديث عن المقاومة الفنية وكيف شكلت الأغنية الوطنية درس مهم من دروس المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح الإمامي، وبالذات تلك الدروس التي لها علاقة بصياغة أعماق الإنسان اليمني وتحرير وجدانه ولملمة الشعور الجمعي بعد التمزق والتلف بفعل الخرافات المنهجة التي استهدفت عقل الإنسان اليمني وروحه ووجدانه وصنعت ذاكرة مزورة لا علاقة لها بالذاكرة اليمنية الحضارية، ومحاولة صياغة وجدان يمني مشوه لا علاقة لها بالوجدان اليمني الحضاري وروح كهنوتي وسلالية لا علاقة لها بالروح اليمنية ذو البذور الجمالية والحضارية. تم تسميم العاطفة اليمنية تحت لافتات عديدة من بينها آل البيت، وهي عاطفة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالعاطفة الوطنية السوية للأمة اليمنية الحضارية أرض الجنتين والحضارة التي وضعت بصمات وإضافات في ذاكرة الحضارة الإنساني في كوكب الأرض. ظلت الأغنية الوطنية تمثل نمطاً مهماً من أنماط الغناء في علاقتها بالهموم والقضايا الوطنية، كما ظلت تنادي من خلال مضامينها بقيم الحرية، الجمهورية، المساواة وغيرها من المبادئ، إلى جانب غرس روح التربية الوطنية في الأجيال المتعاقبة. في اليمن وضع كل شاعر غنائي بصمته، ووضع كل فنان بصمته الخاصة المتعلقة بالأغنية الوطنية التي شكلت من أشكال المقاومة الفنية، وخصوصاً في المرحلة الفنية التي صاحبت التحولات الوطنية في الثورة الجمهورية. حتى في مقاومة الإمامة في العصور السابقة كانت تحضر الأغاني الشعبية في زمن غياب الموسيقى، وكانت تحضر على هيئة مهاجل ورزفات شعبية وبالة وزوامل، وكانت أكثر حضور في الأمسيات والسمرات. هناك العديد من الفنانين بينهم الفنان أحمد السنيدر، كان له قصيدة وطنية من ألحانه وتعد أحد نماذج الشعر الوطني الغنائي المعبر عن انطلاق الجبارة في ثورة سبتمبر وأكتوبر، وهي بعنوان ثورة الشعب. أيضاً من كلماتها كانت تقول كالقذيفة كالبراهين العنيفة ثورة الشعب الشريفة، عشت يا ردفان يا مشعلاً يا ثائر. ثورة الشعب الشريفة، ثورة الشعب الشعب الشريفة، ثورة الشعب الشريفة، ثورة الشعب الشعب الشريفة، عشت يا ردفان على. الشاعر ايضا عبد الله هاجي سبيت قدم قصيده هنا ردفان، وهي قصيده مهمه جدا كانت تجسد انطلاقه ثوره اكتوبر المجيده، ارتباطها الوثيق بثوره سبتمبر، كانت بصوت ولحن الفنان الكبير محمد مرشد ناجي، وجاء في احد مقاطعها هنا ردفان من فم كل ثائر ومن روح القبائل والعشائر، الى ان تقول هنا صنع العتيده هنا عدن المجيده هنا الأحرار تصنع مجد غابر. هنا ردفان في فمي كل ثائر، هنا ردفان في فمي كل ثائر، ومن روح القبائل والعشائر. هنا ردفان في فمي كل ثائر، هنا ردفان في فمي كل ثائر، روح القبائل والعشائر. وحدت الأغنية اليمنية أحلام الشعب، وحدت الوجدان، وحدت المشاعر الجمعية. الفنان أيضا إسكندر ثابت هو أيضا كان يوقظ مضاجع الإمامة من خلال صوت العرب، وأيضا يوجه أغاني التي كانت مليانة حسيس في مقاومة المستعمر في الشمال والإمامة في الجنوب، كانت طبعا يشعل فيها أحاسيس الناس ومشاعرهم، وكان يقارع رموز الظلم والاستبداد ومحاربة قوى التخلف والظلام في تلك الفترة التي كان يعاني فيها شعبنا من جبروت الحكم الإمامي في الشمال ويعيش في ظل احتلال بريطاني لأرضه في الجنوب. كان أيضا الفنان والشاعر اليمني يكتب تكتب له نخبة من المجتمع، يقف باستبسال، يحارب بالكلمة وبالنغم، ويوجه ويصنع وعي طلائع المجتمع من الأحرار والوطنيين. كان أيضا يواجه سندان الحكم الإمامي. كان أيضا المبدع الحقيقي والفنان الصادق المعبر عن رؤى وتطلعات الشعب اليمني ودوره في المقاومة الفنية، وبالذات فيما يتعلق بمحطات الخلاص والانعتاق من كل أشكال الظلم والقهر والذي كان يعيش قبل انتصار الثورة اليمنية. إسكندر ثابت كان أول فنان يمني انطلق عبر الأثير بصوته الجميل من إذاعة صوت العرب، وكان يتوعد حكم الإمامة في اليمن بقرب موعد نهايته، وكان يبشر الشعب بالخلاص
والتحرر من الظلم والبطش. وكان إذاعة صوت العرب بعد انتصار ثورة يوليو في عام 1952 في مصر الأثر السحري في توجيه همم العرب، ومن وبالذات بالنسبة لليمني كانوا يستمعوا لصوت الفنان الكبير إسكندر ثابت، وبالذات أغنيته الشهيرة يا ظالم ليش ضد الظلم كله، وغيرها من الأغاني التي كانت تقلق مضايع الإمامة. حتى أن الإمام آنذاك طلب من الرئيس جمال عبد الناصر أن يوقف محطة إذاعة صوت العرب وأن يمنع بث أغاني الفنان إسكندر ثابت، وهذا الفنان الحقيقي الذي كان يواجه رموز الظلم في العهد البائد، وكان هنالك العديد من المحاولات لإسكات صوته. يا ظالم ليش الظلم ده كله، كم نايم في العالم صحى عقله. يا ظالم ليش الظلم ده كله، كم نايم في العالم صحى عقله. يا ظالم لابد يوم ما تندم، ما تعلم إلا الكل بكي علم. يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم. الأغنية اليمنية الوطنية طوال تاريخها لم تكن بعيدة عن محيط اليمني، فقد ارتبط تاريخ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر بالعديد من الفنانين، وكان هنالك لهم دور رائع ومشرف في دعم الثورة ودعم روح المقاومة والكفاح وإذكاء لهيبها وانتصارها، حيث ساهمت الأغنية اليمنية ولعبت دور مهم جدا في إحياء الروح الفنية إلى جانب الروح الكفاحية لدحر الغزاة والمستبدين والدفاع عن الثورة وأهدافها وقيمها العليا. كان من أبرز من أعطى للأغنية الوطنية مكانتها المطرب الكبير محمد مرشد ناجي، كان له السبق من قبل زملائه الآخرين الذين اتخذوا من صلاح الكلمة والحرف والأغنية وقود التزويد وتمويل الشعور الوطني أنذاك، وبالذات قصيدته الشهيرة والمغنى أخي كبلوني عام 1954، وهي من كلمات الشاعر الكبير لطفي جعفر أمان، والتي قيلت عندما قامت قوات الاحتلال البريطاني بالقبض على المناضل الفقيد عبدالله عبد الرزاق باذيب ومحاكمته، وقد قوبل هذا التصرف بسخط وشجب بالغ من قبل الشعب. وما إن مر وقت قصير حتى أصبحت الأغنية الثانية والتي أيضا قدمها الفنان محمد مرشد ناجي في حفلة أقيمت في عدن أغنية يا ظالم، وهي من كلمات الأستاذ الكبير عبدالله هاجي سبيت والحان الفنان إسكندر ثابت الذي أسهم دور في مجابهة المستعمر بأغانيها الوطنية المعبرة والتي كانت تذاع كما أسلفنا سابقا من إذاعة صوت العرب، ومنها أغنية سلام الفيل للشجعان. سلامي ألف للدولة وللعسكر وللشجعان في الشعاب والبندر، على صوت العرب قاموا من أجلك يا شعب الجنوب النصر يهنى لك. سلامي ألف للدولة وللعسكر وللشجعان في الشعاب والبندر، على صوت العرب قاموا من أجلك يا شعب الجنوب النصر يهنى لك. الأغنية الوطنية دأبت وكافحت وشكلت شكل من أشكال المقاومة الفنية لحروب الاجتياح والاحتلال سواء من الداخل أو من الخارج، أيقظت الهمم، أيقظت الشعور المتدفق، منحت الحماس الثوري للإطاحة بالمستعمر الغاشم والمحتل الإمامي في الشمال. خلال عقود زمنية قدمت القصيدة والأغنية الوطنية دورا مهما لا يستهان به في إيقاظ وإشعال الروح الوطنية داخل كل فرد وداخل حتى المجموع. ربطت الإنسان اليمني بعشق التربة بعشق الوطن. ايضا كان هنالك العديد من الاغاني الثوري التي الهبت حماس الجماهير وشكلت شكل من اشكال المقاومه اثناء وبعد الثوره اليمنيه سبتمبر واكتوبر. هنالك اغاني شعبي من بينها جمهوري ومن قرح يقرح. وعلى المهامين على المسرح واخرج من الشاعر بدجاله، من قارب الظلم ما يربح لازم تغير بهالحاله جمهوري. أغنية أيضا ضحى سبتمبر إلى خاتمة الأغاني وخاتمة الشعر الوطني، وهو النشيد الوطني البارز، كذلك أغنية برع الاستعمار، أغنية أنا الشعب، أغنية يوم قمنا ثائرين، أغنية من فوق جبل شمسان، أغنية بلادي وإن سال في كدمي، أغنية قال بن سعد، أغنية الله الله أكتوبر، أغنية سلام الفيل للشجعان، ايضا اغنيه قائد الجيش البريطاني مسيكين يرتبش، اغنيه بالنار والحديد، اغنيه هنا رتفان، اغنيه ثوره شعب، اغنيه الشهيره من كل قلبي احبك يا بلادي، وملحمه مزهري الحزين ايضا كانت للفنان الموسيقار احمد قاسم وكان لها اثرها المدوي
برصد وتبيان مراحل ثورة 14 من أكتوبر وغيرها من ذلك الرصد الفني الثوري والوطني الذي كتب عنه من القلب إلى القلب في لحظة كانت الأقلام في أيدي الشعراء كالجمر لتتحول إلى أصوات من كوكبة الفنانين إلى ما يشبه القذائف التي فجرت من خلالها براكين الأمل المشرق لتبقى على مر السنين مرجعاً فنياً وأدبياً يتداوله الأبناء شعراً جميلاً سيظل حاضر في ذاكرة اليمنيين. مشاهدي الكرام، للتوسع في هذه الحلقة هنالك العديد من المصادر أبرزها الأغاني الوطنية اليمنية وأيضاً قراءة بعنوان صرخة الثائرين للكاتب والباحث نجيب محمد سعيد. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة، بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على حضارة حمير وسبا. يعيش العمر مخلص لكابينا وعيد يعيش العمر مخلص لكابينا انت يلي تستحق كل حبي والحنين انا وعيد يعيش العمر مخلص لكابينا قلبي في عيني اليمين ماسكني في وسط قلبي.